حركة غير اعتيادية كيعرفها دوار القرينات بجامعة بوشان منذ أن حطت القافلة الطبية المنظمة من قبل جمعية أصدقاء المريض الرحال بالمنطقة. حطينا الرحال اليوم بدوار القرينات جماعة بوشان اللي كيبعد بأكثر من 40 كيلومتر على مدينة ابن جرير فين متواجد المستشفى الإقليمي رحمنا، وجينا لعندهم بحملة طبية متعددة تخصصات تحت شعار صحة الأم والطفل شأن المجتمعي. هذه الخدمة هذه اللي حاولنا أننا نقربوها لهذا المواطن هذا اللي ربما الأغلبية ديالهم ما كيقدروش يتبلاصاو حتى المستشفى الإقليمي باش يستافدوا من تشخيص المتخصص، وكذلك جينا لعندهم من اجل التوعيه والتحسيس كبرنامج محاربه داء السحر، برنامج محاربه داء السل في اطار التوعيه والتحسيس في داء السكري والضغط الدموي، وكذلك في اطار التوعيه والتحسيس لمحاربه داء السرطان وسرطان الثدي وعنق الرحم. من عدة دواوير جاءوا حاملين أمراضهم وملفاتهم أملا في تدخل طبي ينهي متاعب مرض تفاقمت شدته بسبب ضعف الولوج للعلاج. طرنا الدواء الحمد لله ودوزوا لينا الحمد لله، ما خسروا لنا حتى شي حاجة الحمد لله. طلب كبير على الخدمات الاستشفائية، كيسهر الاستجابة له طاقم طبي من 80 فرد أغلبهم من الشباب مع حضور أسماء خبيرة العمل التطوعي في القوافل الطبية المتعددة. دونك حنا الهدف ديالنا كأطباء وكأطقم طبية وأطقم شبه طبية متطوعة هو خدمة هاد المواطنين اللي شفنا على الوجوه ديالهم، يمكن انتم شفتوا الإقبال ديالهم على القافلة الطبية، هذا وإن دل على شيء إنما يدل على احتياج ديالهم لمثل هذه المبادرات اللي تتقرب لهم الخدمات الصحية. والناس الحمد لله فرحانين بهذه القافلة الطبية اللي تنحيي جمعية أصدقاء المريض على هذا التنظيم اللي كان في المستوى. وباختتام هذه القافلة الطبية المتعددة التخصصات وما حملته من فحوصات واستشارات طبية وتوزيع أدوية وورشات تحسيسية، تكون جمعية أصدقاء المريض قد أعطت نموذجا طيبا للجمعيات الفاعلة في الحقل الاجتماعي. وفي انتظار قوافل طبية جديدة لا يسعنا إلا أن نقول كل حملة وصحة المواطن بألف خير. شكرا أصدقاء المريض.